جيرانهم. في ناس كتير حلمها حنفية مية. تعالوا بقى نتكلم في الفقرة دي عن واحدة من أجمل الأشكال لعمل الخير الحقيقة، حاجة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بيها وقال لنا ما معناه، إن دي تعتبر من أجمل الصدقات على الإطلاق، سقي الماء. تعالوا نتكلم عن وصلات المية، وهي مبادرة مهمة جدا بتقدمها مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية. هنتكلم النهاردة مع حضراتكم عن كل تفاصيلها، ومنورنا فضيلة الشيخ أحمد ممدوح الداعية الإسلامي اللي بنسعد دايما بوجوده معنا في البرنامج. يا مساء الخيرات. احنا أسعد أستاذ كريم، أخبار حضرتك؟ فضيلتك إيه، كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. هل أنا بأفور في اللي بقوله إن في ناس بالنسبة لها منتهى الأحلام وقمة الرفاهية إن يبقى عندهم حنفية مية في البيت؟ دي أفورة مني ولا ده واقع ملموس؟ لا على الحقيقة مش أوفر ولا حاجة والله. يمكن أنا وحضرتك في المقدمة أنا بستحضر موقف أنا تعرضت له فعلا مع مؤسسة نبض الحياة، وكنا في بعض الأماكن اللي مؤسسة نبض الحياة بتنفذ فيها وصلات مية، والكلام ده من فترة لأن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى ماشيين في مشروع المية ككل بكل أشكاله، زي يمكن حضرتك عارف وصلات مية، أبار توازية، أبار تجميع مياه المطر، محطات تنقية وتحلية. ولكن كنا في نفس المشروع العظيم اللي إحنا بنتكلم حوله النهاردة، مشروع وصلات المية، وكنا بننفذ وصلات في الشرقية، كنا بنعمل خط رئيسي وبنوصل وصلات فرعية وكده. فأنا استوقفني كلمة لبعض الناس المتواضعة، يعني الناس رقيقة الحال، وشفنا العربية اللي هي بالفنطاس كده يعني بتوصل لهم مية في الخزانات، بيفضوا يعني بيشتروا المية عشان يحطوها في الخزانات يستعملوها. كل المشاهد دي بتتكرر بالنسبة لنا في أماكن كتيرة لما بنشتغل في المية أو بنشتغل في أي نشاط من أنشطة خير اللي احنا بنقوم بيها. لكن كلمة يعني كده يعني قرعت سمعي وغابت، يعني بقالنا أكتر من سنتين الكلمة دي بتروضني ما بين الفينة والأخرى. لقيت بعض الناس الطيبين كده بيقول لي عم الشيخ أنت عارف أنا نفسي في إيه؟ فقلت له تحت أمرك تفضل، نفسك في إيه؟ فقال لي أنا نفسي إن أنا أعزك الله كده أدخل أستحمى تحت الدش، ينعم كده بشاور اللي احنا بنسميه عندنا بقى شاور وبتاع وكلام من ده، والمتعه بقى انت بتتكلم فين؟ جاكوزي وبسين لا بيقول نفسي ادخل كده تحت الدش كده يحس ان فيه ميه نازله. انا قعدت اخد الكلمه بتاع الراجل ده واقول سبحان الله كم من النعم احنا فيها ومش عارفين نقدر شكرها بجد والله. طبعا والناس ده اقصى امانيها ان يبقى عنده وصله ميه في البيت، يفتح حنفيه ميه يلاقي شويه ميه يشرب، يلاقي شويه ميه يستخدمهم في الاستخدام في الاغراض المنزليه، في النظافه، في اي شيء من الامور الحياتيه. واللي احنا غرقانين فيها الفناها لدرجه ان احنا بنتعامل مع وجودها في حياتنا باعتبار انه امر مفروغ منه، دي من المسلمات. وده على فكره وده للاسف الشديد، يعني احنا المفروض الانسان العاقل اللي يفهم عن الله سبحانه وتعالى يعرف ان هو كل ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح له في النعم يعني يشكر ربه سبحانه وتعالى. طبعا. لان شكر النعمه الله عز وجل قرنه بالمزيد. يا شيخ ممدوح ده احنا بنتكلم في مجرد ادراك وجود النعمه يا اصلا فندم. ناهيك عن الشكر. الله والله العظيم احنا محتاجين فعلا، يمكن انا يعني بحب النوعيه دي من البرامج، وخاصه ان احنا نخرج نتكلم مع الناس. لو مش هنستفيد من البرنامج الا ان قلوبنا ترق كده ونبدا ان احنا نحس بقيمه النعمه اللي جوانا، فضلا عن ان احنا نتفاعل وان احنا نشارك والكلام ده كلاته، ده في حد ذاته انا بشكر نبض الحياه عليه. ان نتعرف كل واحد بيشوفنا يا جماعه انتم في نعم والله، وان تعدوا نعمه الله نعمه واحده بس لا تحصوها، ما تقدرش تحصي شكر نعمه واحده بس من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. فما بالنا بنعمه الميه، نعمه الميه اللي احنا بنفتح الميه كده وعشان خاطر بس نتوضى ولا نستخدم الاستخدام العادي، نغسل ايدينا ولا وشنا ولا اي شيء من هذا، وفي سرف في الميه وما بتذكرش ان في اسره تانية مثلا في مكان، يا الاسره دي بتتحمل المشقه والعناء كل يوم، همها وشغلها الشاغل الميه، همها وشغلها الشاغل ان ظروفها ربنا سبحانه وتعالى كده خلاها له ظروف معينه ومش قادر ان هو يواكب متطلبات حياته، او ان هو يروح يوصل عداد ميه بيصرف 10,000 و12 و13 الف جنيه النهارده عشان يوصل عداد ميه. والمفروض الناس اللي عايشه في ظروف حياتيه قاسيه دي المفروض نبص لهم من منطلق ان دول كنز بالنسبه لنا، ان دي فرصه عظيمه لازم احنا اللي نستغلها واحنا المستفيدين. شوف حضرتك بتقول ايه، كنز، هو فعلا الناس دي كنز الله عز وجل سبحانه وتعالى بيبعتهم بس كده رسائل للهدايه. ربنا سبحانه وتعالى بيبعتهم كده علشان كل واحد ليري ربه من نفسه خيرا، ربنا يشوف يقول له ايه. يعني في الحديث القدسي الشريف
الله عز وجل يستوقف عباده. وخلي بالك من الخطاب الالهي في الحديث القدسي، خطاب موده وخطاب رحمه. الله عز وجل يقول لعباده، لعبده: عبدي استسقيتك فلم تسقني. يا الله، الواحد لما بيقعد يتخيل المعنى ده وربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العبد، والله عز وجل منزه عن كل نقص. يعني الطعام والشراب بالنسبه لنا نقص، لان احنا لو فقدناه هيبقى فيه احتياج، فهو بالنسبه لله سبحانه وتعالى كمال. ولكن الله عز وجل لعله يريد المعنى الاكمل والارقى، النفس المؤمنه اللي هتتحرك: استسقيتك فلم تسقيني. فالعبد بيفكر بالتفكير العادي بتاعنا: وكيف اسقيك وانت رب العالمين؟ تسقى ربنا ازاي؟ فيقول الله عز وجل: اما علمت ان عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ استسقاك طلب منك المساعدة في ان انت توفر له كوباية مية، ان انت توفر حنفية مية، ان انت توفر للناس دي تحللها مشكلة المية اللي هي مشكلة حياة بالنسبة لهم. طبعا. اما علمت ان عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. يا الله، عبدي فلانا ده الله عز وجل سماه لك بالاسم. تخيل ان العبد ده فلان ده معروف عند ربنا سبحانه وتعالى، فلان ده طلب منك انت النهارده في التو وفي اللحظه وفي الوقت اللي احنا موجودين فيه ان انت تساعده بان انت توفر له وصله ميه. طب تعال.